السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام، مساكم كل خير متابعينا الكرام. اليوم الجمعة 15/11/1442، متواجدين في سوق أبو عمر عصر يوم الجمعة. وبإذن الله راح ننقلكم تغطية الأسعار الحلال لهذا اليوم، تابعونا. مرحبا بالجميع. ألف وثلاثمية أبيعه مرة، يستاهل، أعطيه إياه مرة، كلكم قنعتوا يا رب يا أبو علي. وقف الحراج 1003 يا رب. يا ولد أحد عنده زوج بالصلاح على محمد؟ أحد عنده زوج عن 1300؟ ولد 10 ريال على الله. مرة يستاهل، أبيعه مرة، يستاهل. أنت يا ولد عندك زوج؟ مرة عندك زود ولا لا؟ مرة أحد عنده زود عن 260؟ 23 معاه 23 و1260. ها؟ 40 60 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
وين رحت؟ يا ولد انا ما ادري. استنى يا ماجد ماجد. هذا 70 ولا 100؟ حتى هذا 70 30 30 40
760 مرة 760 أحد عنده زوج؟ شت 120 أحد 720 760 شت 120 شت 120 هيا هيا يا فريد.